تعاملته بخير مقدما. اليوم عندنا المحاضرة الثانية من محاضرات الطب الباطني، وإحنا قلنا نحكي عن الـ infectious disease, disease caused by infection. قلنا إنه إذا المريض عنده infectious disease ضروري إحنا بالبداية لازم نعرف شنو الشغلات اللي تخلينا نشك إنه هذا المريض عنده infectious disease. لم تنفكر إنه هذا المريض عنده infectious disease. أخوة، إحنا مو كل مريض يجينا نقول هذا عنده infection. أكو شغلات نشوفها أما نسمعها بالهيستوري أو نشوفها بالإكزامينيشن تدلل على إنه هذا المريض عنده infectious disease. مثل إيش هذه الأشياء اللي هي نقول عنها presenting problem، المريض يجي بيها تلقيها عند المريض وتقول هذه عنده infectious disease. أول وحدة حكيناها بالأسبوع الماضي قلنا الفيفر، والفيفر حكيناها وقلنا إنه أكو فيفر على مود ندرسها عدة جوانب. قرينا الفيفر بالتروبيكال ريزيدنس والفيفر ان اولد ايج، وبعدين حكينا عن الفاكتيشس فيفر المصطنعه، واخر شيء حكينا عن الفيفر ان نيوتروبينيك بيشنت، المريض اللي عنده نيوتروبينيا. ورا الفيفر الشغله الثانيه اللي ممكن ان يجي بها المريض السكن راش، وحكينا وياكم انه السكن راش اللي يجي عند مريض ضروري نعرف به شغلتين رئيسيات، الاولى ان نعرف عنده الباترن اوف ذا سكن راش، والسكند نعرف الاونست اوف راش، بيا يوم يطلع الراش. وتتذكرون الجمله مالتنا really sick people must take no exercise. الشغله الثالثه اللي ممكن انه تدللنا على ان هذا المريض عنده انفكشن هو السبلينوميجالي، المريض عنده تضخم الطحال، وهذا تضخم الطحال قد يكون مايلد اذا كان الطحال متضخم بدرجه بحيث انه كان بي بالبابل يعني نحس السبلين 2-4 سنتيمتر بلو ذا كوستال مارجن. اذا كان اكثر من 4 سنتيم ما راح يصير اسمه مايل، راح يصير اسمه مودريت سبلينوميجالي، وهذا المودريت سبلينوميجالي عاده 4 الى 8 سنتيمتر بلو ذا كوستال مارجن. واذا كان اكثر من 8 او المريض او السبلين عابر الميد لاين، هذا بعد ما نسميه لا مايلد ولا مودريت، احنا نسميه ماسيف سبلينوميجالي. وسواء كانت مايلد مودريت ماسيف كل وحده بها ديفرنشال دايجنوزز يختلف. النقطه الرابعه بالبريزنتنج بروبلم الايزولوفيليا، وقلنا المريض اذا يجي عنده ايزولوفيل كاونت اكثر من 400 يعني هي نورمال من 100 الى 400 حقيقه، لما يكون المريض عنده اكثر من 400 هذه نسميها ايوزينوفيليا، ايوزينوفيليا اذا موجوده هذه it will suggest possible parasitic infection or helminth، اما parasite or helminth infection. واكثر شيء الهلمنث infection، وبس ممكن تكون بسم of the parasitic disorder. وحكينا بوقتها قلنا احنا هسه بالجديد مو بس ايوزينوفيليا مهمه، ايوزينوبينيا مهمه. خصوصا with the COVID-19 infection. COVID-19 infection, many of them, مو كلهم بس الكثير من المرضى COVID-19 راح يجون إيوزينوبينيا، يعني قلة الإيوزينوفيل less than 100. بعدين حكينا البكتيريميا والسبتسيميا، وقلنا البكتيريميا هي presence of the bacteria without symptom. من يصير عندها sign or symptom راح تصير سبتسيميا والسيكويلي مالتها. بعدين حكينا البايركسيا اوف انون اوريجين، البايركسيا اوف انون اوريجين وطلع تعريفها والبوسيبل كوزز اوف بايركسيا اوف انون اوريجين. وقلنا الكوزز اوف بايركسيا اوف انون اوريجين قد تكون ان 30% ديو تو ذا انفكشنز، والانفكشن هذه هسه واحد يقول اذا هي انفكشن ليش صارت بايركسيا ليش نعرفها؟ قد تكون common presentation of uncommon disease or uncommon presentation for a common disease. صح هو common disease بس presentation uncommon، ولهذا السبب ما يشخص في البداية فيصير PO or FU. وقد تكون لا due to the malignancies mainly حقيقة الهيماتولوجيكال malignancy، ونضيف لها الهايبرنفروما. الهايبرنفروما هيماتولوجيكال malignancy يعني أقصد به malignancies of the blood and blood element مثل ما يصير اللمفوما، الهوشكين ديزيز،
المايلوما المالتيبل مايلوما الكيمي اور الهايبر نفروما. الهايبر نفروما طبعا يعني مالجنسي اوف ذا كيدني. كونكتيف تيشو ديسوردر مثل الفاسكولايتيس الاس ال اي والارتايتس نودوزا والستيلز ديزيز. الستيلز هو جوفينايل روماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس عاده يصيب الميدل ايج بس احيانا يصيب الادوليسنت نسميه جوفينايل روماتويد ارثرايتس وهذا اسمه ستيلز ديزيز. هذا لا ممكن ان يجون بي يو. والاذر كوزز ان الانفلاماتوري باول دراج فيبر ساركويدوسيس اف ام اف فاميليار فيبر اتريال ميكزوما اللي هي مالجنسي اي بالاتريوم بناين تيومر بالاتريوم من الليفت اتريوم ممكن المريض يجي جاست فيبر. وقسم من المرضى ذير از نو دايجنوزيس اور ريزولف سبونتينيوس. وحكينا اليوم نكمل المسيره واليوم نكمل الاذر برزنتيشن اللي ممكن المريض يجي بيه. يعني صح المريض ممكن يجي فيفر، ممكن يجي سكن راش، ممكن يجي ايزونوفيليا، ممكن يجي بكتيريميا، ممكن يجي سبتسيميا، يمكن يجي بايروسي اوف انون اوريجين او فيفر اوف انديترمايند اوريجين، وممكن يجي اكيوت دياري. بالمناسبة كلمة acute و chronic بالمديسين فضفاضة. يعني مرات نجيب مثلا الولد والبنية اثنين هم يشترون قميص، الولد تسأله هذا القميص من لم تعدك يقول لك الولد جديد ما صار له يعني حتى 7 أشهر 8 أشهر القميص هذا جاي جديد ما صار له وايد. البنية يقولها هذا القميص عندي من لم تعدك قديم هذا عتيق صار له 3 أسابيع 4 عندي. فإذا كلمة جديد وقديم أيضا فصفاضة بين الناس. أكيوت وكرونيك عندنا بالمديسين فصفاضة مو ثابتة ماكو فد. الدياريا على مود نقول عنها أكيوت لازم أقل من 2 ويكس من تعمر 14 يوم يسمونها كرونيك. بس مثلا بالهيباتايتس ما يسموها كرونيك الا تعبر 6 أشهر. الكاف ما يسمونها كرونيك لما يعبر 3 أسابيع. اتريال فيبريليشن يسموه كرونيك اذا عبر 2 دايز. الكدني يسموها كرونيك كيدني ديزيز اذا عبرت 3 أشهر. فاذا احنا اليوم وين؟ احنا اليوم بالدياريا الانفكشس دياريا الدياريا اللي كوز باي انفكشن. الدياريا تسميها اكيوت اذا اقل من اسبوعين. وعادة الدياريا هي تكون هي البريزنتنج بروبلم اذا المريض اجى وعنده ات از ذا بريدومينانت سيمبتوم اوف بيشنت وذ اكيوت انفكتيف gastroenteritis. ليش يصير gastroenteritis infective gastroenteritis the causes of infective gastroenteritis هن toxin mediated اللي هي bacillus cereus causes of it or clostridial enterotoxin or staphylococcal enterotoxin. Infective food poisoning commonly caused by rotavirus, shigella, cholera, E. coli, salmonella, or protozoal causes with giardiasis, amoebiasis, or systemic illness, part of the systemic illness, sepsis, pneumonia, malaria, meningococcal. Then you can ممكن ان يسوي لي acute diarrhea. ممكن المريض يجي acute diarrhea. هسه احنا مرات واحد يقول يعني انا شلون اعرف infection, acute infectious diarrhea. عادة acute infectious diarrhea اللي duration مالها أقل من 14 يوم and usually associated with fever. Fever with diarrhea معناها هذه mostly مو شرط mostly infective diarrhea. من هي infective diarrhea acute infective diarrhea أجي أقول هي احتمال toxin mediated أو احتمال infective food poisoning أو احتمال protozoal giardiasis or amoebiasis أو احتمال systemic part of the systemic illness.
يبقى الهيستوري مرات هو اللي يشجع، هو اللي يخلينا يفرق. يعني واحد صارت عنده اكيوت انفكتيف جاسترونترايتس مثلا، يقول اني البارحه والله بالليل ما افطرت زين، وتالي الليل قعدت لقيت تمن بالثلاجه، تمن بارد بالثلاجه، وكنت مستعجل ما لحقت، اكلت التمن بارد، اشو اليوم عندي فيبر اند دياري، هذا اكيوت انفكتيف دياري، والكوز مالها توكسين ميديتد، والكوزيتيف اورجانيزم موستي باسلس الراس، التمن البارد يمشي وين؟ باسلس الراس. في حين يجي واحد يقول لا انا البارحه والله معزوم بعزيمه مال عريس وكذا وعند قرايبنا وجابوا اكل وخالين عليه صواني وكذا وقدموا لنا، فاكل عدو كملوه كملوا الصواني ولحم وخلوه في ساعه نص ساعه بالهواء بالتراب وبعدين قدموه للناس، وانا اكلت عندهم وماكو بتعشيت اشو يعني بعدني ما نايم الساعه يعني اقل من 6 ساعات، واذا سيفير دياريا، سيفير دياريا وفيفر، هذا شنو يابا؟ هذا هم توكسين ميديتد، بس هذا مو مثل التمن البايت، هذا لا، هذا موستلي ستافيلوكوكا. ليش انا ستافيلوكوكا؟ اولا الهيستوري مال الاكسبوجر، الهيستوري مال الاكسبوجر، اثنين الديوريشن اقل من 6 ساعات او 6 ساعات. في حين الباسلس الراس عادة تاخذ تقريبا 12 اورز. اكو لا اكل والعزام، وثاني يوم صار عنده سيفير دياريا وفيبر ان هايبوتنشن، هذا لا ما تم صار به هايبوتنشن يمشي ويل جرام نيجاتيف ان موستلي اي كولاي حقيقه. وهكذا وهكذا كل واحد، في حين واحد مثلا مسافر وبالطريق اكل بالطريق ترافلر دياريا نسميها، هذه موستلي ديو تو بروتوزوا، بروتوزوا اكسترا. الكرونيك دياريا، كرونيك انفكشن، it defined as a diarrhea persisting for more than 14 days. The infectious causes of chronic diarrhea here giardiasis, strongyloidiasis, HIV enteropathy, tropical subgroup, and enteropathic E. coli. For some entity of E. coli, صح لي E. coli ممكن طنا مثال عليها سوينا infective diarrhea acute، بس ممكن أن تجي وسوينا chronic diarrhea. Usually الدياريا بالكرونيك لها كاركترستيك مو بس الديوريشن 14 يوم، ومناسبة ترى الوقت مو دائما عندنا، يعني احنا مو مثل لعبة الطوبة حكم يصفر 14 ودقيقة صارت كرونيك 14 الا دقيقة بعدها اكيد. اكو اذر كرايتيريا يعني بالاضافة الى الديوريشن، الدياريا بالكرونيك دياريا عادة تكون بيل بلكي ستول abdominal symptom وياها distension flatulence غازات نفخة and sometimes nutritional deficiencies and general ill health. المريض بوعه مريض صار لأسبوعين ثلاثة أربعة دياريا ما ظل بشيء، wasted ill toxic، هذه عادة نشوفها بالكرونيك دياريا. الأذر presentation اللي ممكن المريض يجي به lymphadenopathy enlargement of lymph node، وهذه طبعا could be due to regional lymphadenopathy، ممكن المريض يجي عنده regional، regional يعني منطقه، مثلا التهاب برجله راح نشوف inguinal lymphadenopathy، التهاب بايده راح نشوف axillary lymphadenopathy، التهاب بالماوس ممكن نشوف submandibular lymphadenopathy، هذه نسميها regional بس منطقه واحده، and sometimes lymphadenopathy may be due to generalized lymphadenopathy. ممكن يصير في some viral disease مثل ال HIV، وممكن يكون هو الليمفادينوباثي part of the systemic disease واللي هي مثل ما تصير باللمفوما. الليمفادينوباثي in general راح ناخذها بالتفاصيل ان شاء الله بالمرحلة الخامسة ان شاء الله. احنا هسه خلصنا ال presenting problem، احنا عرفنا هسه المريض اللي يجي عنده infectious disease. أنا بعد إيش باقي؟ هو الميديسين سهل ترى، الميديسين إنه تعرف الساينوس، عندك مجموعة ديزيزز تعرف الساين والسيمتم اللي بريزنتنج بروبلم والتشخيص مالها والتريتمنت.
بالانفكشس ديزيز عاده يعني المفروض التريتمنت انتم ماخذيها بالفارماكولوجي، بس لانه احنا ننطي الانفكشس ديزيز تو ايرلي بالنسبه، فغالبا انتم بالفارماكولوجي ما ماخذين الدراجز اللي تستخدم بالانفكشس ديزيز، فاحنا دائما نخصص محاضره او اكثر للدراجز اللي تستخدم بالانفكشس ديزيز. من هي الدراجز اللي تستخدم بالانفكشس ديزيز؟ حقيقه بما انه هو انفكشس ديزيز فاحنا نستخدم دراج اللي ضد الانفكتيف اورجانيزم. احنا ذاتس واي الدراجز اللي تستخدم بالانفكشس ديزيز نسميها انتي مايكروبيا. انتي مايكروبيا اذا هذا الميكروب كان فيروس نسميها انتي فايرال، اذا فنجس نسميها انتي فنجال، اذا بكتيريا نسميه انتي بكتيريا. اكثر دراجز واسعه الانتشار عندنا الانتي بكتيريال دراجز. الانتي بكتيريال دراجز طبعا لها اسم اخر يسموها انتي بايوتيك، المضادات الحيويه. المضادات الحيويه، المضادات الحيويه شنو هذه؟ هذه كيميكالز، هذه دراجز تقتل البكتيريا لانه واسعه ولانه كبيره فهي تقتل بطرق متعدده. يقال انه الجندي او انت اصبت الهدف، بس اصبت وين؟ براسه، بطنه، بصدره، برجليه. الانتي بايتك تقتل البكتيريا بس هاو؟ So we classify antibiotic into three main groups. هسه قسم من الكتب يقسموها الى اربعه، احنا نقسمها للسهوله الى ثلاثه. اكو انتيبايوتيك تروح للسنتر مال البكتيريا للنيوكليوس، ف it act on the nucleic acid، تشتغل على النيوكليوس، على النيوكليك اسيد. اكو انتيبايوتيك لا، تشتغل على المصانع، على الرايبوزوم، تروح تقتل الرايبوزوم. واكو بكتيريا اكو انتيبايوتيك تشتغل على السيل وول اور سيل ممبرين، تحطم السيل وول، تفلش السيل. كل الاحوال البكتيريا it will be killed or died or inactivated. البكتيريا will be inactivated. بس تعددت الاسباب والوقت واحد. فاذا احنا الانتيبايوتيك ان جنرال اما تشتغل على النيوكليك اسيد، اما على النيوكليوس بالنواه، او تشتغل على الرايبوزوم، او تشتغل على السيل وول اند سيل ممبرين. سو ان جنرال نقسمهم الى على الاقسام الثلاث. اول قسم اللي هو يشتغل على النيوكليك اسيد سينثيسيس. مثل ايش؟ انتيبايتك تشتغل على النيوكليك اسيد سينثيسيس، تضرب العاصمه مرتين. بعد ماكو نيوكليك اسيد، بعد ماكو نيوكليك اسيد يطلع، بعد ماكو دي ان اي ار ان اي. مثل ايش عندنا؟ عندنا السلفونامايد، السلفة، الترايميثبريم، علاج الميثبريم، الكوينيلونز اللي مثال مثل السبرودار من عندها، نيتروفورانتين، اند ريفامبسين، علاج عقار يسمونه ريفامبسين. هذني انتيبايوتكس يقتلن البكتيريا via their action in a new or a nucleic acid synthesis. قلنا المجموعة الثانية لا، they inhibit protein synthesis. اللي يروح they act on the ribosomes. مثل ايش antibiotic تشتغل على الرايبوزوم، الماكروليت، الاثروماسين وجماعتها سميهن الماكروليتس، الامينو جلايكوسايد، الكلورامفينيكول، التتراسايكلينز. شفنا من الاربعه الماكروليت، الامينو جلايكوسايد، الكلورامفينيكول، التتراسايكلين. These are an example of antibiotic acting on the ribosome. They inhibit protein synthesis. إذا ماكو protein synthesis البكتيريا تموت. المجموعة الثالثة
and here acting on the cell wall or cell membrane synthesis. They destroy the cell wall. They destroy the cell membrane. Example مالها البنكوميسين, سيفالوسبورينز, and penicillins. البنسلينات, سيفالوسبورينز, and vancomycins. Then you تشتغل على cell wall synthesis. راح نبدي بيهم احنا واحدة واحدة. نبدي من حيث انتهينا. المجموعة الأخيرة. نبدي من الخارج. احنا أول مرة بدينا بالتصنيف من النيوكليوس, رايبوزوم, بعدين طلعنا للسيل وول. هسه من نبدي نشرح بيهم بالتفاصيل راح نرجع نبدي بالسيل وول, نحكي على الانتيبايوتيك اللي تشتغل على السيل وول. مثل ايش انتيبايوتيك تشتغل على السيل وول؟ الميجر جروب of antibiotic acting on the cell wall, they destroy the cell wall. هم حقيقة نسميهم beta-lactam antibiotic. Beta-lactam. منهم البيتا-lactam. هم ليش يسمون beta-lactam؟ بيت أبو محمد ليش يسمون بيت أبو محمد؟ لأن عندهم ولد اسمه محمد. صح؟ beta-lactam antibiotic ليش يسمونهم beta-lactam antibiotic؟ لانه بالستركتشر مالهم اكو بيتا لاكتام رينج, اكو رينج اللي هي البيتا لاكتام مثل حلقه البنزين السداسيه. من هم هذول البيتا لاكتام؟ ذولا بيت محمد. ليش يسموهم بيت محمد؟ لان عندهم منهم اسمه محمد. ذولا البيتا لاكتام ليش يسموهم بيتا لاكتام انتي بايوتيك؟ لانه بالستركتشر مالهم اكو بيتا لاكتام رينج. يابا من هم هذول بيت محمد؟ حسوني وعباس ومحمد. ها دول الممبرز مالها. من هم الممبرز مالها؟ البنسلينز والسيفالوسبورينز. البنسلينز والسيفالوسبورينز. شو انا اقول بنسلينز يعني مو بنسلين واحد, بنسلينات وسيفالوسبورينات. دول كلهم هم الممبرز اوف بيتا لاكتام فاميلي. شنو مشكلتهم دولة؟ المشكلتهم دولة البيتا لاكتام فاميلي البكتيريا تعودت عليهم وعرفتهم من زمان, فبدت تصنع انزيم سمته بيتا لاكتيميز اللي هو يسوي ديستركشن للبيتا لاكتام رينج. البكتيريا شافت انه هذا الانتيبايوتيك قوي يقتلها وقوته لانه بيتا لاكتام رينج. ايش سوت البكتيريا؟ هي سوت انزيم سمته بيتا لاكتيميز يحلل البيتا لاكتام, يدستروي ذا بيتا لاكتام. فبدل ما البكتيريا بدل ما الانتيبايوتيك يقتل البكتيريا, البكتيريا نفسها تحطم الانتيبايوتيك. وهذا الانتيبايوتيك اذا هو بنسلين الانزيم اللي راح يصنع البكتيريا البنسلينيز محطم البنسلين, واذا سيفالوسبورين يسموه سيفالوسبورينيز, وان جنرال هن بيتا لاكتيميز. وش هذا شنو فعاليه هذا الانزيم؟ ات كان كليل ذا رينج ان انكتيفيت ذا انتيبايوتيك. تكسر الرينج, اذا انكسرت الرينج انكسر ظهره للانتيبايوتيك, بعد كل شيء ما يشتغل. واذا ما اشتغل نقول هاي البكتيريا ريزيستنت تو بنسلين, ريزيستنت تو سيفالوسبورين, ما يقدر عليه, مقاومه. يابا من هم هذول البنسلينز؟ All benzenes are bactericidal. بالمناسبة احنا الانتيبايوتيك حسب السايت اوف اكشن قسمناها الى ثلاث اقسام. قسم يشتغل على السيل وول, قسم يشتغل على الرايبوزوم, وقسم يشتغل على النيوكليوس. بس بطريقه عملهم يقسمون الى قسمين. قسم يسمونه بكتيريوسايدال وقسم يسمونه بكتيريوستاتيك. بكتيريوسايدال انتيبايوتيك يقتلها للبكتيريا, تموت البكتيريا تماما, نسميه بكتيريوسايدال. وقسم لا, انتيبايوتيك يصير بكتيريوستاتيك, البكتيريا ما تموت بس تصير انفكشن معطله ستاتيك, تبقى خامله وساكته. البنسلينز كل البنسلينز هم بكتيريوسايدال,
with wide range activity for both gram positive and gram negative organisms. مثل ما تعرفون البكتيريا احنا عندنا انواع اكو جرام بوزيتيف واكو جرام نيجاتيف. البنسلين يشتغلون عليهم كلهم على البوزيتيف وعلى النيجاتيف. البنسلين should never given intrathecally. الروت اوف ادمنستريشن الانتي بايوتيك قد ينوخذ اورال قد ينوخذ انترافينس قد ينوخذ انتراماسكولار. اكو دراكس مرات تنعطى انتراثيكال. انتراثيكال شنو يعني؟ يعني الدراكس ننطيه الى السبينال فلويد. البنسلين شود نيفر جيفن انتراثيكال، لازم ما ننطيه بالسباين. هذه قاعده عامه، ماكو بنسلين ينعطى انتراثيكال. كل حلو بلونه، كل درجز بي سايد افكت، بي ادفيرس افكت. شنو الادفيرس افكت مال البنسلين؟ سكين راش، طفح، سم تايم انفلاكسز. انفلاكسز مي ليد تو ديث حقيقه. دراج فيفر ممكن يصير. انترستيشال نفرايتس اثر على الكلين. And sometimes it may cause hemolysis, destruction of the RBCs. These are side effects. أكثر side effects معروف عنه هو السكين راش والأنفلاكسس. أول واحد أول اثنين. وهذا أهل الأنفلاكسس نقول عنده حساسية بنسلين بعد ما ننطيه بنسلين نهائيا. بس ممكن يسوي دراج فيفر، ممكن يسوي انترستيشال نفرايتس، وممكن يسوي هيموليسيس. احنا كل ما نحكي قلنا بنسلين، عائلة البنسلين، عشيرة البنسلين، ومن هم هذول البنسلين؟ البرود تايب حقيقة أول واحد بيهم هو البنزايل بنسلين. البنزايل بنسلين هذا البنزايل بنسلين شنو مميزاته؟ It rapidly absorbed following intramuscular injection. من ننطيه intramuscular rapidly absorbed and excreted by the kidney within a few hours. هذا معناها هذا الدرج إذا ننطيه انتراماسكولار يصير بيرابيد ابزوربشن وراسا يروح للكدني ورا ساعات وينتهي. هذا معناها شنو؟ لازم احنا كل اربع ساعات نشق المريض نضربه اوبر. شافوها مشكله. So that's why they add propinocyte. وين بنزايل البنسلين؟ يخلون propinocyte. البروبينوسايد شو يسوي؟ هو مو انتي بايوتيك. It delay the excretion. So it allow smaller doses with less frequency. احنا بنزايل بنسلين بحد لازم كل اربع ساعات ننطي المريض جرعه. بس ان نضيف بروبينوسايد لا. الدوز اللي راح للبروبينوسايد راح يقلل لنا الاكسكريشن. يبقى البنسلين بالدم. ولهذا السبب راح نحتاج الى دوزز اقل والديوريشن راح يصير متباعد. يجوز نعطيه مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات في اليوم بدل ما نعطيه ست مرات. هذا البنزايل البنسلين نضيف مرات بروبينوسايد، مرات نضيف للبنسلين بروكينامايد مو بروبينوسايد. اذا ضفنا له بروكينامايد راح يصير اسمه بروكاين بنسلين. من كلمة من البروكينامايد اللي ينضاف له راح يسمونه بروكاين بنسلين. هذا البروكاين بنسلين should given intramuscularly only، ما ينعطى IV، ما ينعطى intravenous. It is active، يستخدم وين؟ against streptococci، meningococci، anthrax الجمرة، tetanus القزاز، syphilis and diphtheria الخناقة Clostridium diphtheria. هذه infections streptococcal infection, meningococcal infection, anthrax, tetanus, syphilis, diphtheria. هذه مكانات كلش زين يشتغل بها البروكاين بنسلين. بس مشكلة البروكاين بنسلين ما ينعطى انترافينسلي، ينعطى انترامسكولاري.
البنزال بنسلين ينعطى اي ام وينعطى اي في، البروكاين بنسلين ينعطى اي ام اونلي، ماكو بنسلين ينعطى انترافيكا، وعندي بنسلين ينوخذ اورالي اللي هو نسميه فينوكسي مثيل بنسلين، فينوكسي مثيل بنسلين او يسمونه بنسلين في، ينعطى اورالي but it is incompletely absorbed from the stomach and it is active against streptococci. It's active against streptococci. احنا هسه نعدد عائلة البنسلينز، هتشينا البنزايل بنسلين، البروكاين بنسلين، وبنسلين جيل. خلصت العائلة؟ لا، عائلة كبيرة بعد بيها، بعد بيها اخوان اثنين نسميهم كلوكساسيلين اند فلوكساسيلين، دول مطبوقين سوا. ليش؟ دول بيهم ميزة، دول they are stable against staphylococcal beta lactamase. دولة حتى لو أكو ستافيلوكوكا وتطلع إنزيم، هذا الإنزيم المحطم للبيتا لاكتامرينج ما يشتغل عليه. الستافيلوكوكاي عادة تطلع بيتا لاكتينيز، ولهذا السبب بالستافيلوكوكاي من ننطي بنسلين عادي ما يشتغل، لأنه الستافيلوكوكاي تطلع بيتا لاكتينيز. البيتا لاكتينيز بدل ما يقتل البنسلين يحطم البنسلين، بدل ما البنسلين يحطم، فطلع فصنع انتبايتك من البنسلينز هذا ستيبل ما له علاقه بالبيتا لاكتيميز اللي طلعها الستافيلوكوكاي. من هن ذني؟ الكلوكساسيلين والفلوكساسيلين. كلوكساسيلين والفلوكساسيلين شنو فرقهم؟ هم صح اخوان متشابهين، بس الاورال ثيرابي بالفلوكساسيلين السوبيريور تو كلوكساسيلين. يعني انا من اريد انطي اورالي وستافيلوكوكاي افضل الفلوكساسيلين على الكلوكساسيلين بالاورال ثيرابي. الانترافينوس السوبريوريتي من كل شيء. اذا ستافيلوكوكاي يطلع بيتا لاكتيميز عندي الكلوكساسيلين والفلوكساسيلين. اذا جرام نيجاتيف باسيلاي تطلع بنسلينيز، الافضل استخدم لها التيموسيلين. التيموسيلين اكتيف اجينست بنسلينيز برودوسينج جرام نيجاتيف باسيلاي. احنا الان بالمجموعه الاولى البنزايل بنسلين ينعطى اي في ويعطى اي ام، واذا نضيف له بروبينسايد يطول عمره، اذا اضفنا بروكاينامايد صار بروكاين بنسلين، وهذا لازم يعطى بس انترا ماسكولار، وبنسلين في ينوخذ اورالي. بس دول مشكلتهم يتحطمون بالبيتا لاكتيميز. البيتا لاكتيميز او البنسلينيز برودوسينج بكتيريا اذا هي ستاف عندي كلوكساسيلين وفلوكساسيلين يشابهون، ستيبل اجينست ستاف برودوسينج بيتا لاكتيميز، بس شنو؟ الفلوكساسيلين بالاورال افضل من الكلوكساسيلين. اذا عندي جرام نيجاتيف باسيلاي طلع بنسلينيز، تيموسيلين is the best. الحقيقة one of the old drugs هو الأمبسيلين، المنبر الآخر بعائلة البنسلين. عائلة البنسلين عددنا بنزايل بنسلين، بروكاين بنسلين، بنسلين في، فلوكساسيلين، كلوكساسيلين، تيموسيلين، ستة لحد الآن. بعد منو عندنا؟ عندنا الامبسيلين، الابن السابع، الابن السابع امبسيلين، وكلكم سامعين به. هذا بكتيريوسايدال اكشن اجينست بوث جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف اورجانيزم، بس مشكلته شنو؟ It is susceptible to be degraded by beta lactamase and not well absorbed with the food. بس هذا بمشكلتين الامبسيلين، همين ما يقبل، ما همين يتحطم بالبيتا لاكتيميز، وهمين نوت ويل ابزورب. والمشكله الثالثه بعد بي وين؟ اذا المريض عنده انفكشس نيوكليوسس
اذا عنده انفكشس مونونيوكليوسيس ون اوف ذا ديزيز فايرال ديزيز نسميه انفكشس مونونيوكليوسيس ونعطيه امبسلين راح يطلع الميت كله سكن راش عنده حتى لو ما عنده الرجي. يقول لك هذا كليه مسخن وعنده شويه لنفادين وباسل وجينا انطيناه بنسلين امبسلين انطيناه امبسلين اشوف جسمه كله حساس كله صار سكن راش وهو ما عنده قبل حساسيه بنسلين. هذا mostly infectious mononucleosis هو viral disease يسوي لي فيفر وليمفادينوباثي كما اللي بالادوليسنت والتشايلدهود من نعطيهم امبسلين يصير عندهم سكن راش in spite they are not allergic. ولانه الامبسلين صارت مشاكله هوايه صنعوا الانالوج الشبيه اوف امبسلين اللي هو الاموكسيسيلين تقريبا the same spectrum of ambicillin but it is more reliable to be absorbed from the GIT. Absorption مالته احسن ولهذا هسه واسع الاستخدام. احنا عندنا اموكسي قبل عشرات السنين قبل كم سنه كان الواسع الاستخدام الامبسلين بس بعدين لانه شافوا الابزوربشن مالته اقل ويحتاج انه ينعطى 4 مرات باليوم صنعوا الاموكسي اللي هو نفس الامبسلين بس الابزوربشن از بيتر وممكن ينعطى 3 مرات باليوم بدل ما 4 مرات. بس مشكله من؟ مشكله الامبسلين والاموكسيل حللنا مشكله الامبسلين. احنا قلنا بالامبسلين في مشاكل كثير الاولى الابزوربشن قليل والثانيه يتحطم بالبيتا لاكتينيز. الاموكسيل حل مشكله الابزوربشن بيتر ابزوربشن للجي اي تي بس ما حل لنا مشكله البيتا لاكتين. الاموكسيل هم يتحطم اذا البكتيريا تطلع بيتا لاكتينيز فاجى صنعوا لنا انتي بايوتيك جديد مقاوم. هذا المقاوم من هو الاوجمنتين اسمه اوجمنتين. الاوجمنتين مو انتي بايوتيك جديد هو نفس اموكسيل بس خلوا له درع يحميه من البيتا لاكتينيز. هذا الدرع من هو صوديوم كلافونيت. الصوديوم كلافونيت او كلافونيك اسيد الكلافونيك اسيد يحمي الاموكسيل من البيتا لاكتين بيتا لاكتينيز. الكلافونيك اسيد از بوتنت انهبيتر اوف ماني بيتا لاكتينيز so it can protect the amoxicillin from inactivation by them يحميه. فالاوجمنتين هو عباره عن اموكسيل مدرع محمي من البيتا لاكتينيز. الحقيقه one of the serious infection خصوصا ايام الحروب الله يعيدها عندنا infection caused by pseudomonas. pseudomonas one of the gram negative bacteria. pseudomonas عادة resistant لان كلهن اللي حكيناها من اول واحد من البنزال بنسلين لحد الاوجمنتين لان كلهن ما يشتغلن على pseudomonas فبدأوا يصنعون انتيبايوتيك بنسلين يشتغل على السيدومونس. اول واحد صنع هو الكاربنسلين. احنا حقيقه ايام الحرب ايام الحروب السابقه كنا نستخدم الكاربنسلين وايد بس بعدين شافوا انه الكاربنسلين مو كلش فعال. شلون الامبسلين شافوه مو فعال سووا الاموكسيل الكاربنسلين شافوه مو كلش فعال فطلعوا انالوج شبيه اقوى من عندي اللي هو تيكارسلين. So تيكارسلين is analog of carbenicillin شبيه الكاربنسلين but it act more active against pseudomonas. ولهذا السبب مع الوقت الكاربنسلين بدا يقل استخدامه وبدا انتشار التيكارسلين مثل ما قلنا الاموكسي بدا ياخذ مكان الامبسلين التيكارسلين اخذ مكان الكاربنسلين ومثل ما قلنا الاموكسيل مشكلته
يتحطم بالبيتا لاكتيميز، التيكارسلين هم من يتحطم، الاموكسيل درعوه ومن درعوه وخلوا له كلابونيك اسيد، بدل الاموكسيل ما يسمونه اموكسيل قاموا يسمونه اوجمنتين. التيكارسلين ايضا من خلوا له كلابونيك اسيد قاموا ما يسموه تيكارسلين صار تايمنتين. فاذا عندي انتيبايوتكس يشتغلون على السيجاموناس اقدمهن واولهن الكاربنسلين، ولحد الان موجود هو بالسوق، بس اللي اقوى من عند التيكارسلين، وبس التيكارسلين مشكلته بالبيتا لاكتينيز، فضافوا له درع كلافونيك اسيد، من ينضاف له كلافونيك اسيد يصير اسمه تايمنتين. الجديد بدأت تصير عندنا تطلع عندي نيو دنسيتيز اللي هن they are wider range of activity and more active effective against many gram negative bacteria. الحقيقة البنسلينز القديمة كلش فعالة، أو خصوصا البنسلين الأموكسين الأمبسلين اللي عددناها في البداية فعاليتهم على الجرام بوزيتيف أكثر. بدأت تطلع عندي بنسلين بالجديد تشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وكلش فعالة against جرام نيجاتيف. مثل ايش هذا البنسلين؟ مزلوسلين، ازلوسلين، ان بيبراسيليم، ان بيبراسيليم. هذه هي العائله الاولى اللي هي البنسلينز. احنا قلنا اللي يشتغلن على السيل وول هن البنسلينات والسيفالوسبورينات. السيفالوسبورينات حقيقه يشتغلن هم على السيل وول. والسيفالوسبورينات مع الوقت بهن جينيريشنز اجيال، سيفالوسبورين فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن، اند فورث جينيريشن. كل ما نصعد بالجينيريشن كل ما كانت الاكتيفيتي اجينست جرام نيجاتيف اكثر من جرام بوزيتيف، يعني اكثر واحد يشتغل على الجرام بوزيتيف هو الفيرست جينيريشن، اكثر واحد يشتغل على الجرام نيجاتيف هو الفورث جينيريشن. الفيرست جينيريشن مثل ايش؟ عندنا مثالين عليه سيفالكسين والسفرادين، سفرادين والسيفالكسين، سيفالكسين مشهور اسمه كيفلكس تجاره. سكند جينيريشن سيفاكلور والسيفاروكسين. الثيرد جينيريشن سيفاتاكسين معروف مشهور اسمه كلافوران والسيفيترايكسون. الفورث جينيريشن اللي هو السيفيبيم والسيفيبايرو. They are wide range of activity. 10 to 15% of penicillin sensitive may are allergic to them. 10 إلى 15% من الناس اللي عندهم حساسية للبنسلين أيضا حساسين للسيفالوسبورين. قبل ما أختم المجموعة الأولى عندي درج هو بيتا لاكتام أنتيبايوتيك with very broad spectrum. أكبر واحد شائع، أكثر واحد يشتغل، طماطة يشتغل على الكل. يشتغل على الايروبيك، على الانيروب، على الجرام بوزيتيف، على الجرام نيجاتيف. هذا هو الامبنين، امبنين، امبنين يشتغل عليهم كلهم. احنا هنا اليوم انتهينا من المجموعه الاولى من الانتيبايوتيك اللي هي تشتغل على السيل وول. بقى عندنا مجموعتين، مجموعه تشتغل على على الرايبوزوم، ومجموعة تشتغل على النيوكليك أسيد. أتصور الوقت خلاص. أمني أبدأ لكم عطلة سعيدة، وإن شاء الله الله يحفظ كل طلابنا وعوائلهم وكل أهل محافظتنا وبلدنا من كل شر. نسأل الله أن يحفظ البلاد من شر البلاء والوباء، وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك على الجميع إن شاء الله. إذا أي سؤال أو استفسار ready for any comment or any question. طلابنا
العفو دكتور، بس اكو علاج اسمه السلفياكزون، وهم من عائلة السيفالوسبورين. شو العلاج دكتور؟ دكتور علاج اسمه السلفياكزون. سيفيترايكزون. سيفيترايكزون هو من عائلة السيفالوسبورين ثيرد جينيريشن، كل شيء هو جاي يستخدم الان بالكوفيد 19 انفكشن. ايه مو شايفه هو دكتور. ايه هذا ثيرد جينيريشن، الجيل الثالث. وين الكلافوران؟ هو والسيفيتاكسي. مشكور دكتور. حبيبي. بعد شباب. سؤال. كومنت. إضافة. تعليق. ما أعرف أنا يعني المحاضرات هل هي ممثل المرحلة ممكن أن يوصل لنا الفيدباك